الآن مشاهدينا نتعرف على الأحوال الجوية. ووقفة أخيرة مع مرنا إيهاب. إليك مرنا. شكرا لكما إيمان ودينا، والآن وقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأربعاء طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرية والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد وبارد ليلا على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12، الأسكندرية 20-11، مطروح العظمى 18 والصغرى 13، بورسعيد 19-13، والإسماعيلية 22-11. أما عن السويس فدرجة الحرارة العظمى 22 درجة والصغرى 12، العريش 20-10، طابة 22-14، وشرم الشيخ 24-16، الغردقة 24-16. أما عن الأقصر فدرجة الحرارة العظمى 24 درجة والصغرى 12، أسوان 25-12، الوادي الجديد 23-12، شلاتين 24-14، وأخيرا حلايب العظمى 22 درجة والصغرى 15. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.